للمخرج سيد محمود. في هذه الحلقة من برنامج ساعة الصفاء أشير إلى الخطابات اللي بتصلنا الحقيقة زي ما قلت بتصل متأخرة، في حلقة فايتة قلت أنا أعتذر لوصول هذه الخطابات متأخرة. الأخ إبراهيم الخليل من الدندر بيكتب لنا خطاب حول البرنامج وبيوجه وبيهيب بالمثقفين أن يهتموا بهذا التراث ومضمون هذا التراث، فله منا ألف شكر. خطاب آخر من الأخ عبد الرحمن مختار أبو قصيص أيضا، ونحن نشكره على هذا الخطاب إن شاء الله، وسنقدم له ما أمكن القصيدة التي طلبها، وإن تعثرت له ما أمكن القصيدة التي طلبها، وإن تعثرت فإلى قصيدة أخرى. لا أطيل وسأرجع إلى الخطابات مرة أخرى، أستهل حلقة الليلة بقصيدة إذا فاتني ظل الحمى ونعيمه فحسب فؤادي إلى آخر الأبيات، وهي قصيدة من لسان الدين من الخطيب من شعراء الأندلس. نستمع إلى هذه القصيدة من الأخ عثمان محمد علي. إذا فاتني ظل الحمى ونعيمه فحسب فؤادي أن يهب نسيمه ويغنيني أني به متشبه فزمزمه دمعي وجسمي حطيمه يود فؤادي يود فؤادي ذكر من سكن الغضا فيغيظه فوق القضاء ويغيمه ولم أر شيئا كالنسيم إذا سرى شفا سقم إلا قلب المشوق سقيمه نعلل بالتذكار نفسا مشوقة ندير عليها كاسه ونديمه وما شفني بالغور قد مرنح ولا شاقني من وحش وجر تريمه ولا سهرت عيني لبرهاغ سنية من السغر يبدو موهنا فاشيمه براهاني شوق للنبي محمد يسوم فؤادي برحه ما ها يسومه ألا يا رسول الله ناداك ضارع ضارع على الناعي محفوظ الوداع هادي سليمه مشوق إذا ما الليل مد رواقه تهم به تحت الظلام همومه إذا ما حديث عنك جاءت به الصبا شجاه من الشوق الحسيس غديمه أيجهر بالنجوى وأنت سميعها ويسرح ما يخفى وأنت عليمه وتعبده السغيا وأنت قياسه وتتلفه الشكوى وأنت رحيمه بنورك نور الله قد أشرق الهدى فأغمره والضحة ونجومه لك انهل فضل الله بالأرض ساكبا فأنواءه ملتفة وغيومه ومن فوق أطباق السماء بك اختدى
القليل الذي أوطاك هاها وكليمه لك الخلق الأرض الذي جل ذكره ومجدك في الذكر العظيم عظيمه يجل مدى علياك عن مدح مادح فموسر در الغول فيه كعديمه وليها رسول الله فيك وراسة ومجدك لا ينسى الزمام كريمه وعندي إلى أنصار دينك نسبة هي الفقر لا يخشى انتغالا مقيمه وكان بودي أن أزور مبوأ بك افتخرت جدرانه ورسومه وقد يكهد الإنسان طرف احتذامه ويعوزه من بعد ذاك مرومه وعذري في تسويف عزمي ظاهر إذا ضاق عذر المرء عمه يلومه عادتني بأقصى القرب عن تربك العدا جلالغة الثغر الغريب ورومه أجاهد منه في سبيلك أمة هي البحر يعي أمرها من يرومه ولولا احتناء منك يا ملجأ الورى لرياح ماه واشت به حريمه فلا تقطع الحبل الذي قد وصلته فمجدك موفور النواها لعميمه فأنت لنا الغيث الذي نستدره وأنت لنا الظل الذي نستديمه ولما نأى الداري ولما نأى الداري وأعوذ مطمعي وأغلقني شوق يشب جحيمه بعثت بها جهدا مغل معولا على مجدك الأعلى الذي جل خيمه وكلت بها همي وصدق غريحتي فساعدني هاء الرويه وميمه فلا تنسنا يا خير من وطئ السرى فمثلك لا ينسى لديه خديمه فلا تنسنا يا خير من وطئ السرى فمثلك لا ينسى لديه خديمه عليك صلاة الله ما زر شارغ وما لاقى من وجه الصباح وسيمه. في الحقيقة بتصل بعض الخطابات في شكل قصائد، برنامج ساعة الصفاء قد يوحي لبعض الإخوة بإنشاد بعض القصائد، بنحاول بقدر الإمكان نقدم ما أمكن وما ارتقى إلى مستوى التقديم. الأخ الأستاذ الطيب محمد علي صالح شاعر من الشعراء المعروف.